جايز طولوا بالكم. اوكي وي ار ديلينج وذ عياشان. فتش عليه. لا انت فتش عليه. فاكينج دوم اس حبيت اختم. يا حن يا حن السيتنجز ستيريو اومني دايركشنال اللي هي الدويره كارديو بودكاست ستريمينج فويس اوفرز انسترومنتس فيس تو فيس انترفيوز كيف الصوت حدا يعطينا يعني فيدباك كيف الصوت جايز في شي بارازيت في شي مش ظابط بارازيت هاي هي لبا موتي بيرسونال Shut the fuck up bro You're so dumb Damn. ما زهقت من نفس السؤال مشدوب I'm gonna kick you out of the live cause you're stupid هبيلة هذا اليوم بقى نحكي عن صوتا انا نصني هالمايل لا فيك تقرب حبيبي انا نصني برا الكاميرا بس صحيح شوي هيك بصير يا عمي ما تزيحه وزيح انت لا بدك تجيني مثلا من الفريم Because it's supposed to be in the frame. قبل ما نبلش بالموضوع طبعا اليوم أنا ما بعرف الموضوع by the way. Welcome back to a Just Chill podcast episode. ما بنعرف أي episode من بعد a huge break. We're very excited to be back. واليوم حفاجئه لأدونيس بالموضوع لناخد نظريته الحقيقية وكمان اليوم لأول مرة بحياتنا حنكون عم نقرأ comments عادة إذا بتتذكروا. بس مش كل الوقت بنكون برمين التليفون ما عم نقرا شيء انتو عم بتقولوا بس هالمره كل 10 دقائق او ربع ساعه او نص ساعه اوكي حنقرا شوي رايكم وحناخد ونعطي مع وجهات النظر تبعكم هيدا مش جالس باي ذا واي بس رح اترك لو انت حطيتي احسن ما شو مش جالس حاسه هيك شنو هيك هيدا يعني منو انسيمتريك أنا لا ما هو التليفون هيك قصدي منه هيك ما فيه يكون هيك هي هاي جالسة هي هاي لا هي مانا جالسة التليفون مانو جالس أنا مضطر أزيده أهم شيء الغراض اللي على الباب ورانا ما في غراض أنا مش شايف غراض ويلكم everyone نحن أديقي ودنيا نجم جايين نحكيكم عن أول شيء أول شغلة لا أخذت بريك 15 يعني ما فهمت يعني حطيتيني بهالدنجن بصراحة قلتي لانيزا تحكي 15 وما تقول حدا انه يوقفنا و بصراحة جايز في عندي حياكل كف على اللايف على اللايف مورا هيك مورا الكفوف ليش نحكي بصراحة عندي وضع خاص بالبيت تيتا مريضة فهذا الشيء أثر كتير على شغلي وعلى قدرتي انه نكفي البودكاست بس هلا رح نرجع نكفي لأنه الحمد لله ثانك جاد بقدرة الله انه تيتا بلشت تتحسن شوي وأكيد للي متابعني على يوتيوب رح تشوفوا الأشياء اللي عم نعملها أنا والتيتا لحتى تتحسن وكيف عم نتابعها أنا وأمي وإخبار ف إن شاء الله يكون المايك كواليتي منيحة لأصلا خلص بالأدت We literally already just checked ما هي أحسن بس تكون عم نعمله What a paranoid person أكيد أنا بدي البست كواليتي للبودكاست عراسي فالمهم لاحظين شيء جديد هوني جايز سوري بديش أقطعك صارت إيمو ما يعني حتاك يعني عم جرب ما سبك عم حاول ما افتبهي حالة شيء بعملك لأنه طلع أنه قدح وذم is an actual crime by the way inside report it's an actual crime we're actually not allowed أنه نسب لبعض you know that قانونيا وين بلبنان yeah one cares about the shit I know so anyway المهم اليوم أنا حبيت أحكي بموضوع خطر عبالي أيام كورونا كنت اتشاور كتير بهالموضوع مع الناس الغريبين على السوشيال ميديا لأنه صار في مثل a shortage of supplies وصار في a shortage of space بالمستشفيات أوكي فميديكال فيلد قرروا إنه they were prioritizing the young the kids أوكي إنه save the kids حبيبي عم تسمع كنت أو شو space shortage بال أيام كورونا خطر عبالي هالموضوع لأنه كان في عم ب ب ب ب ب إريد ب ب ب ب ب ما بطلع كلمة تانية عم بتفضل اشرح على الموضوع أوكي كان في during COVID the pandemic the zombie apocalypse أوكي كان في a shortage of space and supplies بالمستشفيات So doctors and the medical field had to prioritize cases. Oh. إمتى أكيد تليفونه هون؟ وستة أكيد ما أخذ التليفون. ممكن تتواصل معي. بلكي عم بتدق التليفون ستة. فالفكرة إنه بالميديكال فيلد اضطروا يعملوا مثل priority. أوكي. مثلاً. إيه. عندهم more like
extreme cases than others يعني بيهتموا فيهم أكثر. In general, the medical field prioritizes more urgent cases. Okay. In this case, when there's a shortage of space plus supplies, they had to basically choose إنه في حدا مثلا عمره 80 سنة مع كورونا. Okay. وفي حدا معه 8 سنين مع كورونا. Yeah, yeah, yeah. Let's take this actual age, 8 years, for the sake of... Okay, نحن هلأ اليوم عم نعمل شيء اسمه thought experiment. اوكي اللي هو انه انا وادونيس عم نتشاور ب شيء خيالي اوكي لانه هو ما عم بيصير شيء ما عم بيصير هلا هو شيء نحن عم نتخيله لحتى بس من اجل هذا الحديث اوكي اللي هو انه لنقول في ان 80 year old وفي ان 80 year old اوكي انت مجبور مضطر انت ما فيك ترفضهم اثنيناتهم وانت ما فيك تستلمهم اثنيناتهم بالمستشفى كحكيم مين بتنقي وليش هن بوقت هو بالسيستم Okay, usually they do go with the young person. قبل ما نكفي بالموضوع ونفوت فيه نحن هلأ بس عملت أنا انترو شو هو الموضوع انت استوعبت كل الموضوع yeah. ورح نتناقش بيه كل الأسباب ليش من نقامين وهيك بس قبل هيدا كله بدي بس قطع كلمة عن الوضع بلبنان انه نحن بنعرف الوضع بلبنان وبنعرف انه الوضع منه منيح أبدا وفي حرب أنا وأدونيس ما عرف عن أدونيس بس أنا شخص عطول أي بوست عن هذا الموضوع وعطول بحكي عن هذا الموضوع بس اليوم نحن بهاي الحلقة ما جايين نحكي عن هذا الموضوع ومنه بالغلط سو ما بدي حدا يفكر إنه نحن وين والعالم وين أو نحن ما بيهمنا الموضوع أو شيء هيك نحن بالعكس نحن جايين نحكي بموضوع تاني أوكي فيه يكون وضع حرب اللي نحن عم نحكي فيه لأنه نفس المشكلة رح تبين معنا اللي هي إنه shortage of supplies shortage of space بس نحن واعيين على كل شيء عم بيصير ونحن عم نعمل اللي علينا بس نحن هلا بهاي الحلقه جايين نحكي عن غير موضوع لحتى نغير الموضوع اوكي ف هيدا بس هيك on a side note يعني لكل اللي عم يحضروا شو ما كانت الازمه الصحيه pandemic زومبي apocalypse حرب ما بعرف مين من بده وليش أول شيء شو رأيك بالموضوع؟ أوكي قبل ما تجاوب وبعدين بس تجاوب أكيد بدنا نفقق كيف وليش كذا سبب كذا كذا ورح خبرك كمان شو قالوا لي على اللايف الناس اللي كانوا بدي أسألك قبل دو بس كنت عم تفكر بهالموضوع أيام كورونا what inspired شو الإنسبيريشن صار شيء شفتي شيء أخبار كندا what inspired me was the decision that was taken by the medical field هو public يعني لا هو هي كانت الحقيقة اللي هي إنه نقوا هن إنه لازم هلأ to prioritize الأولاد الصغار yes and then that basically made me هيدا الشيء خليني أفكر عفكرة سوري عم نحكي شوي بالإنجليش سألني أدونيس إنه شو اللي خليني أفكر بهذا الموضوع بأيام كورونا اللي خليني أفكر فيه إنه بي كتير مستشفيات ما كان في عندهم space or whatever هن بدوا الأطفال على الناس الخطيرة أو الكبار أوكي أول شيء كتير بحب الموضوع هي ما قلت للموضوع guys by the way قلت لي من شي جمعتين بس أنا نسيت وقلت لي على أفضل ما أقول لك فضل دغري تعرف على اللايف so I have no idea about the موضوع بس الشي بحبه بدودو إنه عنده هال ال ideas اللي ما حدا بيفكر فيهم which is good amazing by the way عن جد أنا يعني حلقة في المواضيع إن شاء الله حنحكي فيها بالبودكاست بالفيوتشر قصص مش هقول نيش بس قصص ما حدا بيفكر فيها يحكي عنه ايه او ايه يعني اكيد مش بس انه انا بحياتي مفكرت انه حتحكي عن هيك شيء بس انه it's very like an off it's detailed ايه صح انا عم very detailed صراحة فهلا بدك انا جاوب يعني شي العارف بحب اسألك سؤال بطريقتين اول سؤال اذا انت كنت حكيم وفي قدامك two cases في مرة ختيارة او زلمة ختيار او حدا عمره 80 سنة 90 خي قرب على الموت قد ما بدك حدا بكره حيموت او ما بنعرف امتى حيموت بس انه كثير كبير بالعمر وحدا صغير تحت ال 20 تحت ال 20 تحت ال 15 اوكي بنقي انت كحكيم مين حتنقذ وليش ليش هون اكيد في كثير اسباب لليش يمكن تقول لي هيدا وهيدا هيدا لهيك هيدا لهيك واكيد بهال سيتويشن انا لازم نقي بهالثيوريتيك سيتويشن ايه نحن اكيد انتبه في كثير ناس على الارض قاعد يقولوا نحن مين لنقي والله بنقي اكيد الله بنقي بس انتوا على الارض بالحقيقه خذوها ك مجبور تنقي شو ما بنقص حدا بدك تنقص حدا بنقي الصغير اوكي ايه والسبب هو لانه يعني بحس حتى الكبير بنقي الصغير فهمت قصدي؟ واو
بس فكرها بطريقه كثير ثانيه، يعني فكرها بطرق انه ان بالحياه مثلا اذا صاير شيء مع ستة او جدة مثلا، موستي بيقولوا مصري بيقول هالكلمه انه بفضل انا اموت قبل انت تموت او انت ليلى، لانه هن الريزنز السبب اللي هن بيقولوا انه انا عشت الحياه خلص، انا هذا عمري 70 عمري 80 ما في شيء بقى بتشوفه بالحياه، انت عمرك 17 18 15 ولا بعد ما شفت شيء بالحياه. سو انا بعمل، انا حتى اذا جاي يعني اعمل ساكرفايس واعمل ساكرفايس كمان انت تعيش. هذه قصص جست بحس التيتاس والجدوس اذا فتحنا الموضوع، حتى ماما وبابا بينقوا هالشيء. سو اذا انا كحكيم برجع هذا الشيء انه هو هذا عمره 15 16 17 18 وات ايفر، عنده تشانس عنده فرصه يموت بس بعد مش شايف شيء، هذيك عنده فرصه يموت، يمكن عنده other diseases other قصص، وهو بحس at that point بحس هو كمان بينه وبين حاله خلص انا مع انه خلص مثلا بدي ارتاح بيسكلي، بس برتاح بطريقه انه لما جس ايه انه عملت شيء منيح انت قصدي انه خلص ايه بلس هو لا بينه وبين حاله بهالعمر بقول له خلص انه you know like what is there to live okay for. فهمت قصدي؟ ايه فهمت. بس that's what how I would choose for okay. that reason لانه سوري لانه بعد مش عايش شيء بحياته او حياته. سو انا I would choose someone who is gonna live who has a lot of years to come. يمكن انقذه وبعد سنه يموت من شيء ثاني، who knows. اكيد ما بس my اذا تفكيري بهالحاله بيكون بهالطريقه. سؤال، تفكيرك بهالحاله بهالطريقه لانه سامع انه الكبار بيقولوا هالشيء؟ لا، او انت كشخص كشخص بنحكي كثير لانه بحس انا هذا عنده more to live. So I'm very logical يعني اوكي هذا عمره 15 بدي انقذه، لانه اذا مات على 15 هذيك مات على 80 وهذاك عايش حياته، عايش حياته هي بعد ما عايش حياته. صار تشوز. طيب سؤال، بس تقول انه هيداك عايش حياته وهيدا بعد ما عايش حياته، شو بتقصد بعيش حياته وما عايش حياته؟ اكسبيرينس يعني الحياه، وقت، ايام، اكسبيرينسز مثل الزواج مثل الدراسه يعني اوكي قلت مثل انه ما بعرف يطلع بالطياره، فهمت علي؟ اكسبيرينسز وقت عايش حياته برودكتيفيتي. لا عايش حياته يعني اكسبيرينس وشاف من الحياه شو عم هلا. يمكن تقولي يمكن 80 سنه ما شاف شيء من الحياه. لا لا مش معقول، ما في. فهمت قصدي؟ لا ما فيك، ما فيك تقول هيك. بس انه شو عمل؟ اكيد شاف عمره 17 عنده اليوني اكسبيرينس، جامعه، عنده بده يشوف شيء يتعلم، هو بعده صغير صح؟ ايه تحت ال 20 يعني بعد. تحكي عن التجارب الحياة، ما that's I think the meaning of life، تجارب القصص بالحياة بتجربيها صح، السفر، تاريخ، like just to see up. ما هي نحن بنجي على الأرض in my opinion it's like هي تجربة، الحياة هي تجربة اللعبة where you have to go through كذا level كذا خطوة بالحياة، آخر شيء بتوصلي على العمر قولي 70، إذا أنت براسك حققت كل شيء حققتيه you accomplish the game. إيه so how هن التجارب؟ يعني whatever هو بده يعمل بس انه التجارب بحياتي تجارب شو يعني اللايف سايكل، جامعه، الاكسبيرينسز، الرفقه، زواج، كيدز، شغل، سفر، اكسبيرينسز. انا عيش حياتي اخذها كاكسبيرينس. ايه بتعرف نحن انا عم بحكي عم بتناقش مع الفيورز على اللايف، في كثير ناس استعملوا كلمات بتبرر ليش بنقوا الولد، وكان قصدهم مثل ما انت عم بتقول، بس استعملوا كلمات ثانيه. ما حدا استعمل كلمه تجارب، ما حدا استعمل كلمة experience to experience things بالحياة. كلهم حكيوا عن انتاج، يعطي اشياء للمجتمع، يشارك بالمجتمع، يتجوز ويجيب اولاد، كل شيء يعطي يعطي يعطي، بس ما حدا حكي عن ياخد له. فكتير حبيت فكرة انه بتبدي الشخص اللي بعد عنده اشياء ياخدها من الحياة، بعد ما اخد شيء من الحياة مش يعطيها، وحتى يعني بده ياخد ويعطي صح، بس هو بده ياخد بالاخر. لا اكيد كلنا بناخد وبنعطي، بس انه ليه التركيز راح على الاعطاء؟ صح صح صح. فكتير حبيت انك انت حكيت عن هيدي النقطة بالذات، وليه بتحس انه في قيمة للتجارب بالحياة؟ يعني انا قصدي سؤالي، ولد عمره 15 or 8 سنين whatever right، يا رح يموت يا رح يعيش، واللي عمره 80 سنة يا رح يموت رح يا رح يعيش. انت بتحس انه الحياة فيها مأساة اكتر او فرح اكتر من ناحية التجارب؟ انا بحس الحياة كلها مأساة، مش كلها، اغلبتها مأساة، والمأساة بيجوا اكتر ناتشرلي، بس انت عشوائي بدك تخترع القصص الفرح.
مثل كأنه هي الحياة يعني هي الحياة هي نيجاتيف. عم نشبر حالنا انه لا انا اليوم بدي اكون مبسوط بغض النظر عن كل شيء. اوكي يعني بيست اون ذس سؤالي لك انا توقعتك تقول لا بس ايم سو هابي انك قلت لك هي الحقيقه على فكره مثل ما انت قلت هي مش قصه بنحس هي الحياه هيك هي كلها تشالنجز كلها خطوات هي الحياه خلص هالايام سبيشال ايام من زمان وقت الحياه كانت ابطا وقت الحياه كانت اسلس وقت الحياه كانت ابسط وقت الحياه كان ما فيها هالقد ضغط كان في يمكن ماساه قد الفرح او ما بعرف اوكي بس انه كان في فرح حقيقة كان في انه تجارب حقيقيه هلا انه التجارب انه هيك بالمظاهر ما بعرف شو التجارب انيمور بس بيست اون جوابك اللي هو انه انت بتحس انه الحياه اغلبيتها ماساه ونحن بدنا نقرر نفرح لنفرح فينا نفرح بس اصعب لنا نفرح من انه نحزن صحيح خلينا نرجع بهالطريقه لانه هيك اهين انه هو الفرح اتس بوسيبل ممكن ما انه مستحيل بس كتير صعب especially إنه الدنيا كلها بمأساة يعني ما حدا منا مثلاً كل أصحابه مليارديرية وكلنا كل واحد عياط وكل واحد طيارة يعني هول الناس إيه يمكن بيبسطوا ببعضوا عن المأساة أوكي بس أكترية الحياة مأساة فبيست اون هيدا اللي أنت قلته ليه بدك تعيش ولا صغير لا يعيش الحياة لا يقطع بالمأساة This is life yeah you have to this is يعني is يعني الله are you really saving him then الله ما رح يخلق ناس مش جاهزين تقريبا للحياة That's why some people I don't know my thinking كيف بس it's like we know this is what life is but and that kid doesn't that's for sure كلنا بهالعمر بس it's circumstances ناكل كف it's circumstances I agree يكون from بس احنا بس احنا نحكي ان جنرال بس شو ما حي سائب هاي let's say هيدا لو سائب من هوليك ما بيكون عندك تشويس okay, اصلا حبيبي بيدفعوا لك كمة مصاري وبطل في تشويس بس شو المأساة؟ let's say المأساة اللي الريتش والبور all go through بس wait بس تحقلك شو the reason why we can't include the rich if I may yeah, is when there's a shortage of supplies and space the rich aren't gonna go through صحيح they're gonna have their own fucking doctor بحكي عن حياتها ايه بس ما نحنا بدنا نعلقها بموضوعنا وموضوعنا عم يجبرك بليفل معين من العالم ليه؟ لأنه هو العالم هن اللي ما حيطلعوا من سبيس مش هما يطلع سبيس لابن مدري مين ولا مدري مين هيدا بكون عنده حبيبي دكتور يمكن 24/7 عنده بالبيت فهمت علي؟ يعني هو ما رح يجي على المستشفى مثله مثل كل هالعالم وما يكون في محل لقل قصدك بهالسيتويشن لا I'm gonna save a kid بهالسيتويشن اللي احنا فيه أول التيارات ايه where it's like وصلت لمرحلة I have to choose إيه؟ why I have to save them إيه؟ that, يعني وهو يقولي هو أكيد ما حيكون لك ريتش والقصص الحياة حيعيشها حتكون هلأ like أخ هيدا سؤالي we know for sure it's gonna be mostly shitty because otherwise he wouldn't have been in the situation to begin with okay so أنا أفكر بهالطريقة إنه okay I'll still save the kid لأنه يمكن هذا أنت كنت عم تقول شي كتير مهم it's like I'll put my stocks in ايه اوكي okay. يمكن هذا يعمل شيء واو يعني even if the odds are against him you would still believe لانه يمكن يعمل شيء هذا الشخص مثل الحياة ما بعرف ما بتعرف شو بيصير بس يمكن يغير شيء يمكن يكون هو السبارك انسبيريشن ل يمكن اذا مات يكون يمكن اذا مات بتكون انه بيجر شيء بس يمكن قولي اذا مات قولي لقيت هذيك وهذا مات يمكن تكون هيدي اذا بدك تحكي ثيوريتيكلي انه اتس لايك ا ساين انه هلا لازم يتغير هو بصير في مسار ريفوليوشن كثير جديدة قولي مثلا ايه وهذا انه قرر هذا مقرر يعمل سيف لصغير ايه ذات وود بي ايه مثلا. بس انت عم تحكي بس اي وود سيف هيم لانه بحس انه هو في يعطي اكثر يعطي اكثر يعني في تو يعني يمكن هذا عنده جيف تو تشينج سمثينج اوكي بس هيدي النقطة اللي ضد الكل بهالموضوع وصلنا لها through your answer because to me I feel like the person who's for sure going to offer wisdom to change wisdom غير غير physically to do the change okay so انت عم تحكي عن يحقق شيء physically مثلا invention مش ideology يمكن ال ATO حيعطي wisdom بس maybe it's giving the wisdom to people who are not capable of okay. doing the stuff what all he can do is يحكي but do you think the value ما ضروري يمكن يحكي يمكن هو يكون دارس كل حي انتبه لحظة هلا انا وياك عم نحكي عن نفس النقطة انا بدي اقارنها انت عم تحكي عن ممكن هيدا الولد eventually يحقق شيء انا بحس انه في possibility اكبر انه الشخص اللي عمره 80 يحقق شيء بس ليه ما بعرف انا هيك بحس
بحس لأنه قطع بتجربات أكتر وبيعرف أكتر وعنده experience أكتر وعنده معارف أكتر وعنده قيمة أكتر لهالمعلومات أو الاكسبيرينس بيقدر يعمل فيهم شيء بيقدر يغير الدنيا أكتر من هيدا الولد. هيك أنا بشوف. وبحس أكترية العالم بيفكروا أنه لا الولد يمكن يقدر أكتر. بس ليه؟ ما هو هيدا عمره 80 سنة. 80 بس ما 80 خلاص is already on his خلاص يعني is already خلاص you don't see the potential in an 80-year-old. I also don't see the potential. Also, I don't think the 80-year-old إله خلق بقى. فهمت قصدي؟ أوكي. كل الناس بهالأعمار all the after 60 الشخص لحاله he just want to chill. كل الجدوس كل هذا ما عاش بشوف الجدوس عم يشتغلوا بعض. But you know why? They're just chilling. But can I tell you why? And they don't care if they're poor or not. They're just. But you know why? It's because they already have grandkids and they're putting all their hope in their grandkids. They're doing the same ideology that you're talking about. حتى لو صح انسى grandkids. في 8 year كتير هيك صغار بتحسون وعندهم full of life بعد السبعين يمكن يكونوا full of life بس ما في this لأنه عايشوا كل الحياة there's no energy to do anything else that will make them go yes I don't know I would love to look that up I would love to know مثلا ماري كوري قد ايه كان عمره أو أينشتاين قد ايه كان عمره فهمت علي؟ أنا أينشتاين مات كان عمره 60 بس مات إيه مثلاً يعني إيه بس إنه بشيل شوف أمتين يعني قد كان عمره مثلاً بس غير الدنيا. بالتوينيز كانوا كله. إيه أوكي مثلاً ما بقى I don't know enough information. بس إنه إيه. كل الناس اللي غيروا قصص بالبرايم إيج. ما حدا كان اختيار. ما بعرف. صراحة. يمكن فيه أكيد. يمكن politically أكتر الاختيارية. أكيد أكيد politically أصلاً لازم يكون فور فور. إيه إيه so I guess it depends على النطاق. بس مارتن لوثر مات at 40 شيء بس إنه كل الريفوليوشن تبعه كان بالثيرتيز. فهمت قصدي؟ Like it's just younger years. Where you have Jesus was 33. Yeah, so it's younger years. Okay, okay, you're convincing me, صراحة ما توقعت. This is my thing. ما بعرف ليه بحس إنه في value مثلاً أنا بس هي بترجع لكل واحد شو في عنده value. أكيد. صار أنا بالنسبة لي ما يغير شيء بالدنيا. بس يكتب an autobiography of their 80-year-old life is more valuable than that child's entire life. How crazy is that? أنا هيك بشوف الدنيا. في عندك point يكون هاي autobiography تكون. يعني بحس these autobiographies of every single human being who's lived to 80 carry so much value. أكيد أكيد في كتير value. Much more than whatever the fuck هيدا is gonna achieve. عم تحكي لي we're gonna save him. صح. This is ليك قد ايه بسيط سببه إنه بس لأقرا كتابه. هل قد أنا بسيطة بحس إنه بس لأعطيه الفرصة إنه لا عمرك 80 أنت عشت 80 سنة على الأرض. ناس كتبوا. أنت عملت إنجاز. ناس كتبوا كتير كتب عن racism وعن هالشي وبعضهم till this day. أنا ما أقول لح يسبب تغيير بس نحن عم أنا ما أقول حيسبب يقدر أنا لا يوم دنا سيف لأنه أنت لأنه بيقدر تغيير فهمتك فهمت قصدك كتير حلوة from my point of view beautiful point of view أنا بس your point of view أنا كمان بفهمه كتير لأنه إذا واحد صغير أرى هاي الأوتوبايوغرافي يمكن هو يصير يغير يمكن كل ما الدنيا تحترم وجود الإنسان اللي صار له وقت أكتر موجود تتغير الدنيا عرفت لأنه نحن مثل كأنه الواحد بس عمره 65 إيه ما عادش ما بنحترمه يمكن بقى خلاص إنه whatever عرفته إنه بس هو إنه بس ما هو الفاليو هون بلش صح الفاليو صار لك 65 سنة عم تاخد نفس النفس كيف فهمت علي إنه إيه فأنا for me أنا كشخصيا كدنيا بحب بالنسبة إلي شيء هالقد بسيط له قيمة كتير كبيرة لو ما غير شيء أو ما غير حدا أو ما حدا قرأ الكتاب ما حدا قرأ الكتاب بس بحس so أنت ليه ما بتنقذ الصغير مش ليه بتنقذ الكبير ليه ما بتنقذ الصغير أوكي حبيت السؤال وبنرجع على كافي على كذا سبب ليش أنت بتنقذ الصغير أنا أول وأهم سبب ليه ما بنقذ الصغير هو لأنه أنا بهالطريقة بكون عم بنقذه يعني أنا ايه انا بالنسبة لي الانقاذ الحقيقي هو انه ما خليه يعيش هو انه ما انقذه saving him from this world absolutely بس اذا ما بتعرفي اذا لا 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 easy answer for me easy answer for me اكيد الا اذا عم يترجيني الولد والكبير عم بيقول ما بدي نحن ما عم ناخد هن نحن عم نقول انا انت بس انت ما فيك تحطي هذا ال decision على هو بس ما أنا I'm a doctor I'm allowed to make that decision that's crazy بالعكس أنا بحس I would be the best doctor in the world لأنه أنا I'm saving every child لأنه they are dying before life breaks them down before life fucks up their soul that's Allah saying that's they're not ready for this بيخدم الله إيه بس ما خ
هاي argument ما بتزبط. بس نحن هلا عم نحط بموقف عم ناخد قرار. بس أنا كمان. فأنا أكيد. بس أنا كمان. أكيد مش أنا حقك لا ولا بس أنا كمان decision اللي بيجي لك هذا حيجي من الله. ما هيك قصدي يعني أنا بحس. يعني سألت قررت تصيد. أنا مجرد ما عم بحكي بالموضوع أنا بحس إنه الله إيه يعني أنا بحس إنه حيام أكيد هو إذا بتفكر ب my ideology as a person بلي حكيين فيه قبل أنا as a person بحس إنه الله عم بيقلنه أكيد يعني. عم بقول الطريقه غلط انه هيدا رايي وما ما قصدي شيء يعني بس انه بحس انه الله عم بيقول لنا خلص خلص وقفوا مش ملاحظين ما عم تعملوا شيء صح شو قلت عم بقول للبنان الله انا بشيت اعرف للبنان سبيسيفيكلي نحن وعو انه كل حرب عم بتصير عم دمر از لا لا هي اول شيء وور از ذا اولدست سايكل بس هو عم بيع هي ليه عم تنعاد مش لانه في طرفين ضد بعض لانه في حدا مولد طرفين ضد بعض وبعد هالحدا بتغير وهيدا الحدا لا لا هني بضل هو بيتغير هيدا الحدا بس بضل الهدف نفسه مصاري very simple روح history guys from the beginning of history لليوم نفس الموضوع two proxies انتبه Israel isn't Israel and let's say Iran whatever is not Iran they are being run they're puppets from two birds of the same two wings of the same bird USA whoever doesn't matter who it is not yeah you know, sure whatever بس انه الفكره انه someone with enough money yes yeah. someone who's an investor he's literally investing in the war benefit the countries هيدا شخص مستثمر بحرب نقطه على السطر ب 2024 الناس صاروا ناس ناس لو ما حدا عم بيجيشها ويستثمر بحربها ما بتفوت حرب عشان ايه لا لا 100% ايه هن فجأة الله يوصل بدهم أراضيهم شو هالهبل خلاص بقى هيدا حدا is feeding the public two narratives to make a war happen to make money and resources from the beginning of time لليوم اوعى تفكروا شي تغير يعني نفس الشيء كل الوقت anyway لنرجع على موضوعنا لازم نوعه انه غير هيدا ال superficial level of اثنين ضد بعض في حدا بعد yes إيه فتاني سبب ليش غير إني بنكز إنه ما بنكز ولد لأنه هيك كنا عم بنكزوا برأيي أوكي تاني سبب هو إنه عندي هالإيميلا حياة الشخص الكبير بحس إنه في نقص بالإنسانية تجاه الخطايره يعني بحس إن جنرال العالم عنده انحياز للطفالة ليه لأنه العالم بطبيعته عنده انحياز للشكل يه هيدا مهضوم صغير So he deserves to live. Like what? آه هيدا مجعد ختيار مات. شو بنا خيش خ؟ يعني فهمت علي؟ يمكن هيدا الإنسان ألطف إنسان بالعالم عم بينقز مدري كم واحد كل يوم ما بعرف. بس إنه ليه أنا بدي أحكم على الشكل؟ Do you think هيدا القيمة possibly زادت after شو عم بيصير معك؟ لا. من شي تقريبا 12 سنة مرة بالمدرسة. رحت تغني بمقوى عجزر عزموني لغني لهم اوكي ومن اول ما وصلت في هابينس لا تفحيش بك cuz I couldn't believe that they're so old and still alive and nobody cares yeah فهمت عليك and nobody loves them nobody's like touching them like they touch a baby just because their skin is wrinkled شفت كوت مرة حاطين انه it's like بتكون مثلا البنت عم تبكي او الام عم تبكي because she was like انه sometimes حد ننسى انه الام عندها ام او ايه وانه الام كمان صحيح ايه و انا بشارتك انه لو ما العجوز بيجعد الدنيا ما كانت بتعمله بهالطريقة مش بس بتجعد like just know that انه هايدي و انه just the whole thing ايه انه the appearance الشكل الشكل انه هي حرام ايه انه هيدا انه وبيقرفوا لا لا هيدا انا واضحية في ناس بيقرفوا من الختيارة في ناس بيقرفوا من الختيار انا انه اكيد مش قصدي رجالي يعني بس انه عرفته انه ايه انا وقتها وعيت على حالي وصار عندي مثل تعلقت فيهم ومن زمان هيك ايه وحتى يعني it doesn't even have to be my grandma or your grandma or like anybody I know it's just random it just hit me that day I was like whoa all these old people I've never seen old people I've never seen old people this هالقد كله بتوقف انا انه
مطيبون. Yeah. شي بينكت شي مجذوب شي 17 yeah it was literally 12 years ago I was crying عفاية صاحبي ما قدرت وقف بك أنا عم غني يعني أنا عم غني هيك مثل المجديب يعني وعلى أخطي وشاها حبيلة تذكر كان في البيانست معي أكيد رفقاتي بالصف تتذكروا هذا الموقف يعني ما رحت لحالي وأنا ما بدي أبكي قدامهم بس إنه وأنا قادرة فمشيل لمخطة نازلة يعني فأنه إيه أنه من وقتها حلو السؤال يلا نشوف شو الوضع ما حدا منكم شارك بالموضوع؟ والله بابزي ما سمعت ولا شيء عبد وأهلاتي ما سمعوا ولا شيء ما حدا سمع ولا شيء ما عارف ليه شو هذا الضحية شو قولك رأينا